السلام عليكم اصدقائي المتابعين لقناة انمي بروز بحلقة جديدة من لعبة دراغون بول سباركينج زيرو. طبعا اليوم راح نلعب ارك ماجين بو وقصة بيجيتا. نشوف بيجيتا ما الذي سيفعله بارك ماجين بو. ولننطلق بصوت من اصدقائي المتابعين. لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك في القناة وتعليقاتكم الحلوة. اوكي مثل ما شايفين بعد 3 سنين تقريبا جوهان بيكبر. بعد فترة من هزيمة جوهان لسيل سافر جوهان الذي اصبح بالغا لمقابلة بيجيتا ومنافسه ومناقشة المشاركة في بطولة العالم. وافق بيجيتا على المشاركة في بطولة العالم وقرر جوكو الذي ذهب الى العالم اخر مشاركة ايضا. يعني مات جوكو ميت. بدأ بيجيتا في التدرب مع ابن ترانكس حتى يتمكن من هزيمة جوكو في بطولة تينكو شايبا دوكاي. حلوة التراكس يا زلمة. اوكي لنرى ما الذي سيفعله ترانكس. والله راح يضربني اكثر من بوكس كمان. لان اللعبة عبارة عن حطم المسكة بالبلاي ستيشن. خلاص هاي عبارة اللعبة كسر الازرار. اوكي هو عم بضرب نفس الزر. انا مثل ما شايفين مربع بس كنت في انا ضرب 3 مربع واحد مثلث بيعمل حركة حلوة. ايه شو سوا ضدنا يا زلمة. اوكي حلو كتير. طبعا في بعض المهمات لازم انت تكون بشخصية السباركينج لحتى يفتح لك القصة الجانبية. بنروح مع جوتن. يو جوكو سان. جوتن يقابل والده لأول مرة. التقى بيجيتا بجوكو مرة أخرى في بطولة العالم. وأخيرا شعر بيجيتا بالسعادة لأنه سيقاتل جوكو في الجولة الأولى نتيجة للقرعة. ولكن خلال المعركة الأولى لجوهان غزا يامو وسبوفيتش ساحة المعركة وسرقا طاقة جوهان وهربا بعيدا. انضم بيجيتا على الفور الى مطاردة جوكو لسبوبو فيتش. هدول اوكرانيين بعتقد. الاوكرانيين عندهم كتير بيتش وبوفيتش وميتش وما بعرف شو. ولكن سرعان ما قتل. ما عم شوف الترجمة بعيدة عني كتير. يعني لإعادة كرولين والاخرين من حالتهم المتحجرة ذهب بيجيتا والاخرون لقتال دابرا. ولكن في اثناء مشاهدته لقتال دابرا وجوهان شعر بيجيتا بالغضب لعدم قدرته على قتال جوكو في بطولة العالم. لذا استغل دابورا وبابيدي رغبات بيجيتا الأنانية ويتحول بيجيتا إلى الماجين بو. طبعا بيجيتا هون أصلا بيستسلم لتحكم الماجين فيه. تخلص من غسيل الدماغ استخدم غسيل الدماغ. طبعا نحن راح نستخدم استخدام غسيل الدماغ. ليش؟ لأنه بدنا نتحول إلى ماجين بيجيتا. فهدف ماجين بيجيتا هو يقاتل ضد جوكو بأقوى طاقة عنده ياها. اطلعت على وشي انا. طبعا رح نلعب الحالتين سوية. هاي الحالة الأولى انه نخلي الماجين يسيطر علينا وراح نلعب كمان عدم السيطرة الماجين علينا. هون
بيطير نص الجمهور يا زلمة. مفارقة معه بيجيتا صراحة. بيجيتا اللي بابي دي بسيطرته على جسده حتى يتمكن من مقاتلة جوجو. بعد أن نقله سحر بابي دي إلى بطولة العالم، أظهر بيجيتا مدى جديته بتحطيم الساحة وقتل الناس لنيك. انقلنا إلى مكان آخر لا يوجد فيه أي بشري أو حدا يعني كائن. إذا استمر في القتال في ساعة فسيموت عدد لا يحصى من الناس. بعد أن أدرك جوكو هذه الحقيقة وافق على قتال بيجيتا، ولكن بشرط تغيير المكان. وراح نروح على الصحراء. بعد الوصول على المكان يخلو من البشر والحيوانات، اتخذ جوكو وبيجيتا وضعيتهما القتالية. حاول بابي دي تلعب ببيجيتا ليقتل كاي الأسمى، ولكن كان بيجيتا عازما على قتال جوكو وتملص من سيطرته. طبعا هون بيجيتا ما يعني سيطر على القوة كلها، ما خلى بابي دي يسيطر عليه، هو بس كان بده قوة الماجي بس، ما قدر بابي دي يتحكم فيه. هذاك الصرصور ما قدر يتحكم فيه. كنت تدرى فقط في العالم الآخر. نحن الآن قوتنا متساوية. لا لا لا، ليش كبس التكس يا زلمة؟ إيكو باندازي. أنت بتعرف ذلك حقا بجدة. طبعا ترجمة فايتة بالحيط، ترجمة جوجل مثل ما قلت لكم من بداية السلسلة لحد الآن، ترجمة فايتة بالحيط. اوه والله قوي قوي جوجل يا زلمة، لا تشوفوها هيك سهلة، صعبة صعبة. لو يا زلمة هاي اسوأ شيء لما بيضربك من ورا، ما فيك تصدها شو ما تساوي يعني، الا اذا تترك ال ساي حالنا. كم بدي ساي حالي سباركينج. ليك ليك جوجو دمه يا زلمة، ليك دمي هنا. ما عم بيخليني يساوي شيء يا زلمة. لا 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 لا. نشوف فخر السايان. شو صار؟ لا 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 لا، هاي لازم نعيدها. هاي تعرفوا فيها إلا تكمالة. اكيد في لها فتح قصه جانبيه، فبدك تعمل شيء لجوجو اكيد. هاي بعدين انا بعيدها لحالي، بعدين نفتح القصه الجانبيه وهي كلياتها ونشوف شو بيصير بالقصص الجانبيه. راح انشر القصص الجانبيه كمان ان شاء الله للعبه. بعد ان ادرك بجيتا ان ماجين بو ينوي قتل الجميع لم يمتلك خيارا، اخبره جوجو بانهما اذا اتحدا فهو على يقين من قدرتهما على هزيمه ماجين بو. شعر بجيتا بانه مسؤول عن ايقاظ ماجين بو، لذا غدا وعي جوكو ورحل لمواجهة الشرير عازما على قتال حتى الموت. الشرير على مواجهة ماجين بو يا زلمة. عندما وصل بيجيتا أمام ماجين بو كان الكي الخاص بجوهان وقد تلاشى بالفعل. طبعا ما مات. العلك الوردية. فعلته بابن كوهان بكاكاروت، بابن كاكاروت قال بجوهان مال بابن كاكاروت يعني. كتتايو هذا يا زلمه مستر ساتان ضبطه يعني، لا جوكو ولا بيجيتا ولا جوهان ولا ترانكس ولا ياري ياري. انا اشوف حركاته ما شفته. هاي وحده طبعا نحاول نقضي عليه بالسباركينج. نشوف هاي الحركه. اوكي شوف، لا فاينل فلاش ولا جاليك كحول ولا غيره. صبى لي صبى يا زلمه. ليش ما كمل يا زلمه؟
حلو 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 بجد. اوه حيخلص. لا خلص من سباركينج ومالي مالي منتبه يا زلمه على السباركينج. حلوه حلوه يا كان بس خاز انتفاضة المارجن. ايوه طبعا الضربة القاضية بيكون هو هون بيفجر حاله، لذلك هاي نخليها شوي. ها شوفوا هاي. لا هنيك بعد ما يتخلص من المجن، صحيح بعد ما يتخلص من قدرة المجن عنده هي تدميره الذاتي. حلوة حلوة فاينل فلاش. انا نعم استخلص سيجين. حلوة هاي، انا فخر الصياجين. بيو بعد ما يجي واحد بيقول لك بيجيتا صمدا. حلوة هاي. عبي عبي بدنا سباركينج، بدنا سباركينج. ايوه هاي هي. لا ايوه المهم مات بالسباركينج، بقوة السباركينج مات، هذا هو المهم. حلو كثير. تشالا هي تشالا يواجه بيجيتا حقيقة انه لا يستطيع هزيمة ماجين بو بقوته القتالية المعتادة، ولا يملك سوى خيار واحد وهو وضع حياته على المحك، التدمير الذاتي. طبعا استدار بيجيتا نحو ترانكس الذي جاء لمساعدته والقى على ابنه كلمات الوداع. يا زلمة هون هاي اللقطة بهالحلقة حلقة أسطورية لبيجيتا هاي. بالميتين تقريبا 200 وشوي بعتقد دراغون بول زد، حلقة أسطورية هاي لا تتفوت هاي. يا زلمة اسمع 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 صوت الممثل يا زلمة، الممثل الصوت. يا ميتيو سكاشيو جنكي دنا ترانكس. بيغمي كمان على جوتن، بيشوف جوتن بيكون معه، بيعمل الحركة كمان لجوتن وهون راح يقاتلوا مع بعض. بس ليك ما تجيبوه يا زلمة، عم بيلعب رياضة. 1 2 1 2 يستقف صار بعدها ترانكس بولما كاكاروتو. اقوى حلقة لبيجيتا هي هاي الحلقة، اكتبوها انتو باليوتيوب او بالجوجل، حلقة بيجيتا ضد ماجين بو، اعظم حلقة بدراغون بول زد خاصة لبيجيتا كانت. أرسل بيجيتا إلى الأرض بدلا من ذلك بواسطة العرافة بابا. ما شفنا هنيك ما لحان. يصل بيجيتا للمساعدة لمواجهة ماجين بو. يقترح جوجو أن يندمج الاثنان باستخدام أغراض البوترا، أغراض البوترا اللي بياخدوها من الكايوشين، ولكن بيجيتا يرفض الطلب. بيجيتا الفخر الفخر دائما. يارا يارا يا زلمة. يا سوبر سايدي 3 تصابوه كامل كل شخص نهتم لأمره. كوريلين وبولما تشيتشي وحتى بولما غوتن ترانكس كلهم بلاون ماجين بو. الآن خلاص خلاص الفخر وين بيروح؟ بس مشان ابنه ومشان بولما مرته. حلقة قوية يا ياشا. دغري هو تحاول تلقائي السوبر سايجين. سوبر
بس من انتبه ما انا قلت له هيك بدنا نحاول نسوي حالنا سباركينج. ايوه ما كملت حرامات. اوه والله طبعا مثل ما شايفين لابس ملابس جوهان لانه بالا ولا جوهان. يلا 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 اوه يا زلمه خليه يروح. ايوه هاي سباركينج اضربه شويه. ساتي يا زلمة هاي شلون مظبطينها اثنيناتهم نفس الوقت؟ يعني اذا انت ترجع بالتسعينات ما كان في تقريبا برنامج مثل موفي ميكر او اي برنامج يعدل، يعني كانوا بنفس اللحظة بيحكوا دغري تسجيل، او يمكن كان في اوكي تم القضاء على ماجين جوهان. ماجين بيجي ماجين بو يسمح بيجيتو لماجين بو بامتصاص صح وين حل الاتحاد داخل جسم بو فيصبحان داخل جسم ماجين بو. يتمكن كل من بيجيتو وجوكو من غاب جوهان والاخرين بنجاح يطلعون من جسده. وعلاوة على ذلك فان كل من بيجيتو وجوكو يعثران على ماجين بو الاول ويطلقان سراحه ثم يهربان من داخل جسد بو. ماجين بو الاول اللي هو بيكون صديقه لمستر ساتان، لكن ذلك يؤدي الى تحول ماجين بو مجددا، هذه المره ستجسد في هيئته الكامله. والان وقد خرج الامر عن السيطره، الجميع يدمر. ماجين بو يدمر الارض، يستخدم جوكو الانتقال الاني لاخذ الجميع الى ارض الكاي، لاخذ الجميع الى ارض الكاي، لكن يقضى بجد عندما ينقذ جوكو سيد ساتان والاخرين بدلا من جوهان واصدقائهما. عندما يمنحهما كاي الاسماء اغراض البوتارا مجددا من اجل قتالهما ضد ماجين بو، يرفض بيجيتا قال انه يريد محاربة قوته الخاصة. اتبع بو بيجيتا والاصدقاء الى ارض الكاي بعد اخبار ديندا والاخرين بالهروب. يستعد بيجيتا والاصدقاء لصدامهم النهائي ضد بو. معركة النهائية ضد بو. بيجيتا حجر ورقة في قص. مين اللي بيلعب ضده؟ ما الذي علي اختياره؟ قص ورقة حجرة. خلينا نغمض عيننا. ها واحد اثنين ثلاثة. والله ما عرفت شو اخترت. شو اخترت؟ والله غمضت عيوني ما اعرف شو اخترت. اه دائرة ربحت انا العمى. والله هيك الحظ بجانبي، مع انه مغمض عيوني والله. هذه المرة سأقضي عليك للأبد. لو كان يتحول كمان بيجيتا لسوبر سايجين 3، اوه الحلم كان ذاك الوقت. يا زلمة ما يخليني يدافع، ما يخليني يدافع. طيب بدنا نجمع طاقة. ضربني كامي هامي. هاي يا زلمة انا بنص وشه. يا زلمة جرب نصف وشي ابن اللذينة. ذاك كأنه مثل الكاميهاميها ضربات بجيتا دائما لونها أصفر.
يارا يارا والله ابو ضايع ابو ضايع ابو ضايع. روح روح لينيكي شوي شو بدك عليك التبديلة معي. ليش ما بدي ما بدي ليش هذا بعتقد له كمان مهمة عشان تفتح قصة جانبية بدك تقتله لما جنبو بشخصية بيجيتا بعتقد مالي متأكد 100% ولكن نشوف بعدين. حتى سوبر سايجين 3 لا يمكنه هزيمة ماجين بو. جوكو واثق في التغلب على خصمه بزيادة طاقة الكي لكنه يخبر بيجيتا بأنه لم يجد الفرصة. لمنح جوكو الوقت لزيادة طاقة الكي الخاصة به سيتحول بيجيتا إلى سوبر سايجين ويسواجه ماجين بو. طبعا سوبر سايجين 1 كان فيه سوبر سايجين 2 فبيتحول سوبر سايجين 2. يا الحصالة الوقح جاليكو هول جاليكو هول هو بيكون بس لونه بنفسجي فاينل فلاش لونه اصفر ذهبي. هجوم بهذه السرعة وهذه القوة لا يمكن الصمود امامه انه لوقت طويل. يلا يا بيجيتا ما صار استغراق وقت طويل. جوكو ده جوكو يجمع يجمع جينكي داما العامة جابها بنص وشي يا ابن اللذينة. واحدة بواحدة خليني يا جماعة خليني يا جماعة. ايوه لا ليش عملنا بيكو بانج اتاك. روح انطلق حلوة 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 بيجيتا حلوة 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 كمل 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 كمل. يا عين يا عين لو 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 الفوز والهزيمة. روحي على الفاينل فلاش بس لسه. ايوه 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 كمل يا عيني عليك. بدي يعني هيك بفاينل فلاش لك طردوا لك بو. حلو 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 روح ايه احسن بجيتا مالك في ذلك. حلوة كتير. طبعا هون هلا جوكو بيكون عم بجمع الجينكي داما. لا سوبر سايجين 3 انت بتفعل وانت متأخر. عليك ان تثق بي من الافضل لك ان تقضي عليه ما دامت الفرصة امامنا من الافضل نقضي عليه. انت كتعذب لك بكل ذلك سنهزمه معا. كامي هامي ها وفاينل فلاش بس فاينل فلاش لازم كان يسموه صفرة. هذه النهاية الذي كنت تحلم بها يا بيجيتا. لك يا زي فوات تعب كله بده يواجه كاكاروتا. لسه ما انتهى ماجين بو لم ينتهي بعد. تعاون بيجيتا مع جوجو لهزمة ماجين بو الآن يقترب من جوكو ويطالب بالقتال. في هذه الأثناء يتم إحياء الأرض وجميع السكان والأشخاص الذين قتلوا ماجين بو باستخدام كرات التنين الناميكية التي جمعها ديندي والآخرون. أصبح جوكو وبيجيتا الذين تم إحياؤهما بالأمنية التالية يواجهان بعضهما بعضا الآن. هزم ماجين بو ما زلتما تريدان القتال. طلع نحن السايجين ولك قرضوا لك أنت كايشين شو عرفك لهالشيء.
هناك ما كنتش باكلنا صرت على نرجع. لا بقى وينك؟ هلا هلا بيظهر يا زلمه. اليوم اتفوق عليك اخيرا. اوكي، المعركة النهائية بين بيجيتا وجوجو. طبعا بدنا ندير بالنا هون، كتير صعبة هاي. عبي 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 طاقة طاقة طاقة. عبي 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 طاقة عبي طاقة 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 طاقة. ايوه سباركينج. لا 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 يا زلمة، راحت السباركينج. طيب خلينا خلينا صايح عنا سباركينج قبل ما يصير هو. ايوه اوكي، هلا لازم نستخدم سباركينج. لا لا، وين صار وين صار جوجو؟ اوه يا زلمة ما عاد تركني. عملنا كامي هامي ها. هاي هي خلاص، حلوة كثير، رائعة جدا. حلوة كثير. ثم القضاء على سون جوكو سوبر سايجين 3 لغت فص محارب متمرس تروفي.俺様の勝ちだ。とんだ。やっぱ強いな。ベジータは。スーパーサイヤ人3のオーラですな。負けちまらんね。サンキュー。次は負けねえように。俺ももっと修行しなくちゃな。 ما دمت حيا سأصبح أقوى للأبد. طبعا نهاية ماجين بو بتكون على ضربة جينكي داما، فهيك بنكون خلصنا. مثل ما شايفين في هنيك قصة جانبية، شايفين هنيك في قصة جانبية بعدين بنسويها ان شاء الله. فهي كانت حلقتنا اليوم اصدقائي المتابعين، لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك في القناة ونشر الفيديو. بشوفكم بحلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.